لو ميكرو تروتوار. اهلا وسهلا ومرحبا بك وعد سلمي. تحيه ليك لبنى مره اخرى لكل مستمعي الشارع التونسي. موضوعنا لليوم كما قلنا موضوعنا اللي هو ترشيد استهلاك الطاقه وربما العجز الطاقي. احنا باش نبداو بخبر اللي هو ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس خلال الاشهر الثمانيه الاولى من عام 2024 بنسبه 28% ونوصل 7753 مليون دينار مقابل 6069 مليون دينار خلال نفس الفتره من 2023. هذا وفق المرصد الوطني للطاقه اللي قال في نشريه حول الوضع الطاقي لشهر اوت 2024 انه نسبه تغطيه الواردات للصادرات ما تجاوزتش 23% مع موفق اوت 2024. اذا الموضوع هذايا احنا ديما نحكيه على العجز الطاقي والاشكاليات هذيا، وديما نحكيه على ربما توجه نحو اعتماد الطاقات المتجدده. احنا خذينا في الميكرو تروتوار خذينا راي توينسا او شفناهم هل انهم معناتها فما ربما ترشيد لاستهلاك الطاقه، التونسي واعي بانه يرد باله في انه يستهلك او ينقص من الاستهلاك نتاعو، هل انه عنده درايه ربما بالطاقه الشمسيه والطاقات المتجدده ومستعد انه باش يعتمدها. احنا باش نحكي في المواضيع هذيا ونرحبوا ساعه بضيفنا رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك سي لطفي الرياحي. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الورد، صباح الفل، تحيه لمشاهديك ومستمعيك الفريق العام المارسا. شكرا ليك. اذا احنا نشوفوا ساعه راي توينسا ونرجعوا نحكيوا في الموضوع. الميكرو تروتوار ماذا به يطفي الاضواء وينقص كذا منا، بقينا ديما الفاتوره ديما تجي كبيره. عنده فكره فهمتني ومازال يعني الانسان يجهلها شويه، مازال يعني ما استنش بها، ممكن كان يعرف قيمتها كيفاش كان نعرف استعملها انا. انا واحد من الناس كل يوم طفي الضوء، علاش الضوء يشعل؟ لكن هذيك تنقص يمكن 1% راهي يعني نقص، خاطر كي تبدا انت في مشكل في الدار يبدا الضوء يشعل والتلفزه تشعل وتمشي، وحتى في النهار الضوء يمشي. مركب انا الطاقه الشمسيه، اما مشني عاملها تعوض لي الكتريسيتي الضوء، لكن تاع تسخين الماء كهو. هم مش ماخذين عليها فكره، ما يعرفوش حتى البروبابيليتي نتاع شنو هي دورها. لازم ستيجي يعمل بيبليسيتي باش يوضح شنو هو دور كي تركب انت هذيك، شنو البوزيتيف نتاعها، ليزافونتاج نتاع الحاجه هذيك، علاش مركبه ومش هكاك معناها وتركب راه مش تعوض لك. هاي نعرف كيفاش يخلصوها عن طريق السايق، يعني تجيب شكون يركب لك وتخلصها بالفاسيليتي. اما هي كيفاش تخدم ما نعرفش، اسكو تنقص في الطاقه ما تنقصش ما نعرفش، اما يقولوا تنقص. حتى الانتوراج اللي انا عايشه فيه اما شكون مركب اما عمره ما حكي عليها، ما قالش راهي باهيه مثال يشجع باش العباد تركبها. لا اسمعوا شويه مش بكثافه يعني برشا باش يشجعوك اللي انت تدخلها، تستهلك الطاقه برشا. كي تبدا الدنيا سخونه برشا وواحد يبدا عنده كليمتيزير يقول لك خليني نعيش تو وبعد يا منحيه، الواحد يعيش مره واحده، اما هو بعد باش يتفاجئ ويقول وعليه هذا كله واش ندير شنو. السرعة كانك فاتورة تجيك أكثر من اللي تستهلك فيه، ما عنديش فكرة كبيرة، ما عنديش كي تبدا حاجة يعني سوا معقولة واحد علاش ليه، بالعكس تساعده بالكدا بالكدا. واحد من الناس كي تجي يقول لك راه باش نعمل لك الاستهلاك في الطاقة وتولي تدفع بار فاسيليتي، واحد تولي تساعد بالكدا، تجي في الفاتورة تجيك شوية باهي تساعد بالكدا بالكدا. توا خاصة في وسائل الإعلام ما فماش جملة، كانت قبل فما ما تو تحسها ناقصة برشا. لو ميكرو تروتوار آراء مختلفة وعد سلمي حول ترشيد الاستهلاك عند التوانسة. عند التوانسة فما ربما معناتها احنا الساعة هذية عينة من التوانسة، معني مش كل التوانسة، فما ناس اللي حكيت لنا انها عندها وعي انها ترد بالها وتحاول تنقص، فما ربما توانسة اخرين يقول لك مستعد اني نعتمد الطاقة الشمسية لو كان يكون عندي فكرة اكثر على التسهيلات او ربما على معناتها التفاصيل هذية نجم نعتمدها. احنا ساعة معناتها الطاقات الشمسية في تونس فما اطار قانون الانتاج الكهربائي من الطاقات المتجدده، معناتها القانون هذايا تم منذ 2015. كيف تونس عندها برشا برامج انها تعتمد على الطاقات المتجدده، فما الهدف نتاع بلوغ 35% من الكهرباء اللي يكون متاتي من الطاقات المتجدده بحلول سنه 2030. احنا نحبوا نعرفوا معناتها ربما الدور التونسي في انه الترشيد نتاعو نتاع الطاقه الى اي مدى ينجم يساهم في انه ينقص من العجز التجاري. يرجع معنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، مرحبا بك. اذا كيفاش نجموا او كيفاش نجم تكون ربما المساهمه نتاع توينسا في انهم بشكل او باخر معناتها تقليصهم للاستهلاك الطاقي نجم يساهم في انه معناتها ينقص استهلاك او العجز التجاري الطاقي؟ اكيد مساهمة التونسي في مساهمة العجز في نقص العجز الطاقي هذا اكيد، لكن اللي مش متاح بالنسبة للتونسي هو كيفية استغلال الطاقة الشمسية، كيفية
تطفيع الطاقه الشمسيه، وبالتالي هنا المعلومه ناقصه من ناحيه. الحاجه اخرى زادك كيف القرار بطريقه السداد والكتاج هذا كله مش مفهوم عند التونسي، ما تلقى اللي فيها مثلا ديما نلاحظوها نحن ديما لي بانو نلقاهم ديما في الاحياء راقيه شويه ما نلقاهمش في الاحياء الشعبيه، وهذا مفصلي. نحن يلزمنا نسجلوا الاحياء الشعبيه اللي عندهم كثافه سكنيه ونحاولوا نجمعوا زوج ثلاثه ديار مع بعضهم نقنعوهم كيفاش بالطاقه كيفاش ينجموا يعملوا الطاقه الشمسيه، وهذا يكون حل خاطر تونس تبدلت على العادات نتاعو في الاستغلال نتاع الطاقه، والطريقة المنخفضه اللي تعمل فيها الساق اللي اقل من 50 كيلوات صراحه ما عادش تفي بالحاجه. وهذا يلزم مراجعه تاع الطريقه المنخفضه باش التونسي على الاقل الفاتوره نتاعو تقل وتحاول كيفاش تكون مواكبه للدخل نتاعو. ومن ناحيه اخرى يلزمنا التكثيف المعلومه عند التونسي باش يقبل على الطاقه الشمسيه وبالتالي ينقص من الاستغلال نتاع الطاقه الحسن المردود نتاعها. سي لطفي ريحي لهنا ينجم يكون معناتها وين يتمثل دوركم، يعني دور المنظمه ارشاد المستهلك معناها. صحيح نحن دورنا هذا التونسي قاعدين نحن نحاولوا في كل المناسبات باش ينقص يعرف الضوء ينقص طريقة ما يغسلش مثلا الماكينة نتاع الصابون مش في كل أي وقت، وقت الذروة ماذا به يبعد على أوقات الذروة، التقليل في الكلماتيزور، لكن في المقارن تلقى فاتورة غالية. أقل حاجيات تعرف التونسي راهو 50 كيلوات في الشهر ما تفيش بالحاجيات نتاعها، لازمنا نواكبوا التطور نواكبوا الكثر استعمال الطاقة، وهذا زاد كيف بتضافر كل الجهود. ونحن نمشيو للطاقات المتجددة لكن بأقل كلفة على المستهلك. مجمعات سكنية مع بعضها نجم نعملوا لهم بانو وحده، هذا يخفض خاصة في الأحياء اللي عندها كثافة سكنية عالية. هذا لازم تستجد بطريقة جديدة مش فردية بالنسبة للطاقات الشمسية، نعملوها جماعية نتاع في حي ثلاثة أربع صفة نتاع ديار، ثلاثة أربع ديار مع بعضهم، نحاول بالطريقة هذه باش نعمموا استغلال الطاقات المتجددة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أكيد عندها عدة برامج في الإطار هذايا، هل هناك معناتها برامج وفما جانب تحسيسي زادة وتوعوي أنها تحاول توصل المعلومة ربما للمواطن، هل فما ربما معناتها تواصل معاها، فما عمل مشترك في الإطار هذايا؟ تم تواصل معها، تم عمل مشترك قاعدين برنامج متقدمه قاعدين نخدموا فيها. زاد كيف يلزم المؤسسات العموميه بصفه عامه يلزم تقبل برشا بالطاقه المتجدده، المدارس هذم كل خفوا من العجز. نحن كي نشوفوا اللي مقتصر الطاقه الشمسيه على بعض البلاد والا بعض في الاحياء تجد تقول شبه راقيه وراقيه، هذا زاد كيف ما نجموش نقدموا برشا في تفادي العجز. وعلى ذلك نمشيو للحياة الشعبية، نمشيو للكثافة السكنية، نمشيو للمؤسسات العمومية وخاصة المدارس، خاصة المبيتات الجامعية، خاصة المدارس، هذا كل نجموا نخفوا بهم مقدار كبير. شكرا لك سي لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. فقط لبنى إشارة لأنه حاولنا نتواصلوا مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يكون معنا ربما تدخل واضح نفهموا البرامج هذية وين وصلت، برامج خاصة تحسيسية وتوعوية للمواطن ربما يتعذر في الوقت الحالي، والدعوة مازالت مفتوحة عليهم باش يتواصلوا معنا في وقت لاحق. إذا سي لطفي ريحي تحدث على أهمية إرشاد المستهلك في الإطار هذية، وتحدث زيادة على أهمية أنه المؤسسات العمومية والمدارس مش فقط معناتها الأشخاص يندرجوا في الإطار هذا متاع اعتماد الطاقات الشمسية للتخفيض من العجز الطاقي. مشكورة جدا وعد سالمي، الحوار كامل تلقاه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم شارع تونسي، تحية كبيرة لمنال سلسي في الإخراج، سالي في الإخراج الرقمي، في الإعداد زميلتنا أميرة بوستة. أنا ما بقى لي كامش نقول لكم لبنى بالدافي لمان، وباي باي.